الحضور الكريم، تزامنا مع افتتاح قاعدة برنيس العسكرية تنفذ القوات المسلحة مناورة استراتيجية عسكرية كبرى على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للبلاد، وهي المناورة قادر 2020. رئيس هيئة تدريب القوات المسلحة لعرض ملخص الفكرة الاستراتيجية التعبوية للمناورة. بسم الله الرحمن الرحيم. ملخص الفكرة الاستراتيجية التعبوية للمناورة قادر 2020. بنيت الفكرة الاستراتيجية التعبوية للمناورة على إمكانيات وقدرات القوات المسلحة لتنفيذ خطة الفتح الاستراتيجي التعبوي الجزئي ارتباطاً بطبيعة التهديدات. والعدائيات الحالية والمنتظرة والتوزيع الاستراتيجي للقوات المسلحة، ونتيجة لعدم الاستقرار الإقليمي والدولي وتنامي الأعمال المسلحة، قامت بعض العناصر المعادية ضمن إحدى الدول بعملية محدودة على أحد الاتجاهات الاستراتيجية والتأثير على المصالح الحيوية للدولة، مع استمرار تقديم الدعم اللوجستي لتصعيد العمليات الإرهابية على الاتجاه الاستراتيجي الشمالي الشرقي. وفي إطار ذلك قررت القيادة العامة للقوات المسلحة تنفيذ أعمال الفتح الاستراتيجي التعبوي الجزئي لتنفيذ عملية محدودة للقضاء على كافة التهديدات والأعدائيات على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية، وتأمين خط الحدود الدولية مع فرض السيطرة الكاملة على مسرحي عمليات البحر الأحمر والمتوسط، وتأمين الملاحة البحرية ومصادر الثروة. ولقد تم التخطيط لتنفيذ المناورة من خلال عدة مراحل. واليوم سيتم متابعة فعاليات أحد الأنشطة للمرحلة الختامية للمناورة من نقطة المشاهدة بالقاعدة البحرية ببرنيس وحاملة المروحيات المسترال، ومن مركز العمليات الاستراتيجي ومراكز العمليات الأفع الرأسية والتشكيلات التعبوية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية باستخدام آلية القيادة والسيطرة. أي أوامر يا فندم؟